طيرت للراجل مرته وان الاخرى دارت لها، حتى هي ابتزوها بكل صراحه، حتى هي راه ايتي فريمون تري 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 بليسي بار بوكو دو بيرسون. والله يستر وصافي. بلاتي اش كتقولوا على السابان دو نويل؟ ما هي جيمري بيان سافوار بوركوا تو لو موند فيت لا فان داني الوغ كون اي دي مسلمون لي سابان دو نويل غير مشتين لي غاتو لي بوش غير لي مابغاش. متفقه معاك، انايا كيلكو زاني انا كنت كنشري لو سابان هذه سنوات، ولكن كنت كنحتفل بجميع الاعياد يا لونطو، واحد المده ملي كيكون العيد كنمشي لماما الدار كنت كنحتفل بجميع الاعياد كيف ما بغات تكون. حتى بعض المرات عندي صحابي يهود كيكون عندهم الحفلات ديالهم كنمشي كناكل معاهم. هاد السنين الاخرى ما بقيت كنحتفل بوالو. العام دي مره كنكون حنا خدامين، حنا كاع ما كيصلح لينا اننا نحتفلوا ونشري الحلوه ونعقل عليها وندير العشاء ونعقل عليه. صافي سنين وسنين وسنين ما احتفلتش راس العام كامل سود. يعني شويه يعني ما كندوش راس العام كيف خاصو يدوز، دونك كيف بور موا انا احتفل. هي تزوجات بلاتي على بكري وبغات تخلي دار بوت باجونس، زعما سي دي زيستوار كي سون تري بيزار. زعما جو نو سوي با اون كونتاكت افيك ال، تلاقيت بها جوج مرات في حياتي لا غير، وبيناتنا السلام عليكم ماشي شي حاجه. جو في دونسي جوسكا كو باقي واحد العامين ان شاء الله. مون امور صحيبتي خاصكم تعرفوا بان اعز بنت عندي من مورا اختي معنا في اللايف. يعني كاينين بنات، حنا كنهضرش على لي زونفو، كاين اختي وكاين هاد البنت اللي كتفرج فيا اللي قلت لها مون امور كنحماق عليها. مايا حب جديد نو جميع مو جو بونس باسكو تو باسي اوت شوز كو تي زونفو اون غراندي. وي تو ريزون، برافو عليك، انت كتخمم مزيان وفهمتي كيفاش انا كنفكر. ديباسيت داك لو بوزوان دافواغ ان هوم ضروري في حياتي، وديباسيت داك لو بوزوان ديال خصني معمن نتعاشر. انا تعاشرت مع راسي، انا كنتشهم نتلاقى مع راسي ما مسالياش. قبل لي عرضت عليك بيان سور، الا درتي لي الطاجين تحط كوارنجي او كاس دكوكا ماشي قرعه، كاس ها كاس. واش عندك العضله؟ شنو العضله النايم؟ اسماء ام دي اش دايره لي سورسيل؟ ما دايره لهم والو، ميكرو بليدينغ تمسح ليا وكندير لهم كخايون صافي. صراحة الواحد يكون غير طالع بوجهه يدافع على راسو بوجهه مكشوف. هاد الشخص بالضبط نحترمه، ولكن يطلع بوجهه مخبي وشوه. وي متفقة معاك بزاف تيفا ماتيزي، متفقة معاك بزاف. وكاينة واحد الحاجة، واحد الحاجة مريم سعيد عمري ما عرفت، لا ما كنعرفهاش مريم سعيد ما كنعرفهاش. و بزاف داك بزاف من رقية مسواري. انا دابا حنا كنهضروا غير بطريقه عامه، انا ما دخلتش في لي ديتاي ديال اش واقع قبيله، هضرت على داكشي اللي قلت ليه انا الخبار من الناس قراب لي اللي كنعرفهم. اما حيتاش في الصيف كنت سولوني الراي ديالي في الصحافه وجاوبتهم على الراي ديالي. هذا ما كان كله وهم والله يلا. tu as fait tes lèvres ou mais elles sont naturelles même sans bouche. ربي يحفظك نوال اختي الزين ديالي. كي دايرين وليداتك؟ راجلك بخير؟ كي دايره مع المحل؟ اوكي سفيان بالصحه والراحه.
واش كتعجبك بسطيلات الحوت؟ كان حماق على بسطيلات الحوت، بالاخص الى ديك الورقه اللي كتكون لتحت تكون فاشله الطبقه، تكون مزيته ومتختخه. يا سلام، شكرا للعروسي، الله يحفظ ليكم انتم ووليداتكم، والله يخلي لكم والديكم ووليداتكم يا ربي. اللي ما عندهمش وليدات الله يعطيكم وليدات الخير ان شاء الله. داكور كوتر بنالي. مايا جي مابل دو مامون دي كو جو لي دي كو جو فوا مايا اون لايف اي ما راكروشي اون سور بلاس لي فاشي تو فوا. سالو لو مامون دي كوتر بنالي، غرو بيزو تاتي. شنو تاني؟ اش كنا كنقولوا؟ لا كولور دو مي شوفو، شوفي اختي صوريها هانت. يلا انا ندير لك، ندير لك هوك وصوري وديها للكوافور ديالك يخرجها لك. والله ما عارفه اش من نمره كيخلط لي بالله. ils m'ont dit quoi les amis sur l'affaire. كل واحد واش كيقول، ولكن هضره واحده. انا قال لك الكفا سميتو داك المبلغ مالي اي ترو زيلفي، دونك يا كيلكو شوز دو سيريو. انا هادشي اللي قال لي الناس اللي كنعرف. اختي انت في مكه، شي دعوه الخير الله يسهل عليك اختي سيل تبلي. انا كنحماق على الريف، خاصكم تعرفوا بلي عندي صحاباتي ريفيات بشاخ. الريفيات انا شوفوا الريافه معروفين لو سوار ملي كنكونوا خدامين، معروفين الريافه ولاد الخير. خاصكم تعرفوا ان حتى بنات الريفيات بنات الخير. جادور نيشان والمعقول، جادور الريفيات. ماشي كنقولها صديق ان توكا في التعامل ديالهم مدي وارد وارد. مي في اون كيلاج، الكبيره غدير 15 والصغيره غدير 7 سنين. واش ما خدامش اليوم؟ الله اختي ساره اش بغيتي؟ عندي نخدم البارح ونخدم اليوم. هي في الصراحه كيجي شي وقت كنخدم 3 ايام متابعه، ولكن الجمعه كنت خدامه في بلجيكا، ونهار السبت الثاني، ونهار الحد خدم الثاني الورك شوب 3 السوايع مع مصطفى زومزوم، ونهار الاثنين قديت مسائل ديال داري ومشيت للحمام وقديت المسائل، ونهار البارح راه بتنا خدامين الحمد لله. غيتا عقيق عقيقة شحال كافية الطول فيها؟ زين 1.74 متر. خدمينا معاك شبعت تخدم الله يرحمه مستعان. راه كلنا غنموتوا لا فامي لي زامي، راه ماشي شي غيموت وشي غيبقى، كلنا غادي نموتوا. حتى حد ما عارف امتى وكيفاش وعلاش. بس كيف انا ملي وليت كنسمع شي حد مات، يعني سي ان في نورمال دو لا في، شي حاجه لا مفر مساكن مساكنات. ما فهمتش شنو
انا غدا غنموت مشوهه، ما tu ne peux pas savoir، انا ما عارفاش، وانت حد ما عارف كيفاش غنموت او انت غتموت، ويمكن انا نموت وفي جنازتي تكون من احسن الجنايز وربي يسهل عليا في قبري وكل شيء يدوز بخير وعلى خير، وانت اللي داير فيها الشريف العفيف كتب لي هاد الهضره تموت كل جرتوم. Who knows؟ حتى حد ما عرف. On sait pas. آه ما توزوش بنات محروقات مساكن. الله يرحمهم الله يرحمهم. انا وليت كنقول اسمعوا لي اسمعوا لي باش نساليو هاد الهضره هادي. في هاد الوقت اللي حنا فيه انا شخصيا اليوم الديانه الواحد لا تخصني ولا تهمني. سمعوا سمعوا الهضره اللي غنقول لكم باش نكلوتيريو هاد لو لايف. الديانه الواحد اللي كيهضر معايا لانترلوكوتور ديالي كيف ما بغات تكون ديانته انا لا يهمني الموضوع، ولات حاجه كتهمني في الانسان، ولات حاجه غادي نميز بها الانسان واش نخلي علاقتي به مزيانه ولا غنسد عليه وما نبقاش نهضر معاه. حاجه وحده كتفرق كتخليني نعزل بين الناس هي الانسانيه. ولينا واحد الوقت الانسانيه غبرات، الانسانيه طارت، ولا بنادم خبيت، ولا انا اصلا ماسونيه. شكون اللي قال هادشي؟ والفي ماشي شغلك، ماشي شغلك نكون ماسونيه، نكون كريتيان، نكون يهوديه، نكون مسلمه، الموضوع لا يخصك ولا يخص حتى شي واحد. اليوم كنهضر كنقول بان ديانه الانسان ما بقاتش كتعني انه مزيان او خايب. الناس اللي كيسحب لهم انه هو مسلم صافي راه احسن راه وصل، لا خويا انت ما وصلتيش باسكو سميتك مسلم. بعد المرة رسميتك مسلم وبينك وبين الإسلام واحد ستة الجبال وسبعة ديال الكواكب، دوك ما بقاتش في إنسان مسلم يهودي ماسوني ما عنده حتى شي ديانة. نعبر بنادم الإنسانية اللي فيه شي حاجة اللي غبرات ومضطرات، ولا بنادم باغي ياكل بنادم، وبنادم حاقر الآخر وسبني نسبك وهضر فيا خيب، وشي باغي يحيد رزق شي وشي كيقطع رزق شي. نسيت انا ملحدة بيان سور. انا اي حاجة بغيتوها ما عنديش مشكل، انا وصل واحد لنيفو اللي قلتوها ما عنديش مشكل. انا عطوني غير الانسانية اللي في بنادم، واش باقي الانسان كيخاف الله ما كيأديش، التعامل ديالو مع الحيوان، التعامل ديالو مع الانسان، التعامل ديالو مع راسو. بعدا بغيت غير نقول لكم بحال مثلا كاين داك بنادم اللي كيضر نفسه بطريقة او باخرى، بحال بنادم اللي كيضربو وكيتحشش بقى يضرب في يديه، كيفاش بغيتو داك الانسان اللي هو ما حاش براسو كيتعدى على راسو باش يتعدى عليك؟ هذا على الله كيفاش ضربتو لهاد الحساب هذا؟ وكيف قلتو ان بدا اللي ضر راسو ضر راسك اخويا، ما تضرنيش. بغيتي اخويا تضرب لحمك وتقطع راسك وتشتت راسك دبر راسك، انا ما تضرنيش وما تضرش فاميلتي وما تضرش اصدقائي. اش قالت سي دي جون سومبل بور انسولتي ما يف و نافي با ميو افير لا جالوزي. بيان سور يا دي جون، سمعي نقول كاينين دي جون كيدخلوا لهاد لو لايف جوست بور بوفوار اكريغ دي شوز ديغولاس اي موفيز. مي كون تو فوا كادوك الناس مقودة عليهم لواحد الدرجة كبيرة، أكيد عايشين في واحد الغل، في واحد الكره أونفيغ لا بلانيت تيغ، كيفاش بغيتيه ما يدخلش وما يسبنيش؟ خليه يفاجي شوية على راسو، سي سا بو لوي فيغ بليزيغ. مو سي مو فيني شوني فخون، مي لوي سا لوي في دو بيان. دونك دي فوا جو بلوك دي فوا جو لاس، كل مرة شنو وانا كيقتلوني صحاب اختي حنا راه مسلمين. ولكن باش بالبلا بلا ولا زعما حتاش كتصلي خمسة المرات وكتصوم؟ ها ومن بعد هادشي اش كدير؟
ماشي مضروره. انا ما مضروراش، ضروري بزاف ديال الناس، ولكن باش توصل ضرني انتيريورمون. اولا خاصك تكون انسان مهم في حياتي باش تقدر تضرني داخليا، خاصك اهميه في حياتي، هذه الاولى. ثاني حاجه، حتى لو كان بغيتي تستعمل اي وسيله وتضرني، كنعاود نرجع، من انت او من انت؟ شكون انتي؟ شكون ولدك؟ فين قريتي؟ فين كبرتي؟ اش شفتي في حياتك؟ اش من تجارب عندك في حياتك؟ اش من مسيره دوزتي في حياتك؟ اش كديري مع الله؟ واش كديري مع العبد؟ ومنين جيتي؟ ومنين دزتي؟ وفين كنعرفك وفين كتعرفيني؟ بريسكو هادشي كله ما عندكش، كلامك ما عندوش فين يوصلني، ولا فين يدخل ليا، ولا فين يقدر يضرني، ولا فهمتوا كيفاش القضيه؟ كومون جو فوا لي شوز. بدا كيجيني الناس، والله الا مابقاش تشوفوا، حتى نتوما ديك الناس كيبقاو كيضروا من كلام الناس، كلام الناس ما بيقدم، كلام الناس، كلام الناس. Malheureusement, pour l'Afrique qui a dit que les gens n'ont pas le droit de m'insulter, malheureusement, ils ont tous les droits. Parce qu'on est dans un support où les gens ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai le droit de bloquer ou de masquer ou de ne pas voir. Mais l'ISF, ou l'INAF, ou bloqué. Sauf que le problème est loin de là. On est entouré de gens malsains, on est entouré de gens qui sont mauvais, on est entouré de gens qui trouvent du plaisir à insulter, à faire du mal. Après, il y a le mot qui dit l'insan qui est dans le chien. واش غادي تكوني مراوله لو كابابل ان داك الشيء واخا يبقى يعطيك حتى الصباح، لا يهزك ولا يحطك، وكنتحداك ومعطوني شي واحد ولا 100 ولا 2000 ولا 100000 يبقاو يسبوا فيا حتى الصباح، صال مفيني، كنحس براسي بانني ما معنياش بالامر. بس باش نهنيكم الناس اللي كيضربوا النفس عليا، والله جو نو سون ميم با كونسيرني. انا نشوف في الكاميرا ياك، جو نو سون با كونسيرني، جو نو فوا ميم با بوركوا زعما اي فونسا. بعض المرات كتجيني الضحكه، كنقول دابا هذا ما كيعني، ما كنعرفو، كاتب معيور على قدها. اوكي، ليا داكوغ، زعما انا هي هذيك. طه نجيب، باش تقاد النعاس ديالك خاصك دير سبور. اللي عنده مشاكل النعاس خاصو يرهق نفسه في الرياضه، باش في الليل الجسم ديالك كيعيا وكيبغي ينعس باش يرتاح، سي اوتوماتيك. وما تصدقش لك النهار الاول ونهار التالي، خاصك تبقى دير واحد السيمانه ديال ساعتين ديال الرياضه في النهار، ان شاء الله او بو دو 5 جوغ 6 جوغ غادي يولي الجسم ديالك عيان، وفيما تحط راسك على المخده غتنعس. واخا يكون عندك مشاكل كبيره، الجسم ديالك اوتوماتيكمون كيبغي يمشي يرتاح باش يعاود ينوض لو لوندوم. دونك ديروا بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل النعاس لانسومني، رهقوا نفوسكم. بالنسبه اللي خدامين، ميم خدامين، واخا تكون خدام، ضروري من ليفور فيزيك، عيي الجسد ديالك باش ملي توصل ليه وتحط راسك تكون ممدد ناس. اللي بغا يطيح الكرش ماكلة الليل سبعة العريف وغيتي دمونجي. شنو طلبت في الماكلة؟ بغيتي تعرفي؟ طلبت واحد لا سالاد فيها لا روكيت و سومون افوكا بالو سومون افوكا كروفيت، و دخلت تاني دي كروفيت بيل بيل، و خديت دي بات او كروفيت، وحق الله العظيم. و دي شامبينيون سوتي. اش درت؟ شديت داك لي بات بالكروفيت، زدت معاهم داك الكروفيت بيل بيل، وزدت معاهم داك الشامبينيون، وزدت شويه الملح، وخلطت داك الشي جزوين ولا سالاد. هاد عمر دون قال لكم شيخه وكتكلم بالفرنسيه، زين ديالي نتكلم معاك بالفرنسيه دو ا زد عادي جدا. شنو زعما شي حاجه؟ ماشي
شي حاجه، نتكلم معاك في بلونكلي ولكن راه ماشي شي حاجه. غادي نكون في الرباط بيانتو بوغ ان ورك شوب ديال 3 سوايع، 3 ساعات ديال الشطيح قريبا في الرباط. ولكن ما تغديتش من الفطور ديالي حتى دابا، عاد حتى قبيله عاد كليت. غادي يلصق الخبر بانني كنعرف نهضر فرونسي، زعما هو بالنسبه لي داخل عند راقصه غادي نقول لهم اي باسكو تولي هي مشينا عند البارح عند ديك صاحبتي وقلت لك الله يسحب يلقى زعما هاد النيفو. لا لا ما هي جو فوغ فوغا بروكسل و تو ريدو بروكسل، كنحماق على بروكسل وليت غادي نبدا نرجع ليها اونكور بلو سوفون. شوفوا دابا شنو هي الصداره عندي في لي ديستيناسيون ديالي، تيتوان، طنجة، بلجيكا، هادو لي ضاربين الصداره هاد لا بيريود الاخرى. بروكسل، طنجي، تيتوان، هادو معاهم هاد الايام مزوره. عمري ما كان كيسحب ليا في حياتي غادي تكون تعجبني منطقه ديال لو نورد طنجة وتطوان، عمري ما كان كيسحب لي في حياتي بروفيسيونيلمون مدن بحال هكا لي تطوان كتبقى مدينه محافظه، عمري ما كنت كنظن بان غيكون عندي فيها دو سوكسي. وحق الله العظيم جو ني جامي كرو. لا ديرنيغ فوا اخر مره ملي كنت درت الوركشوب في تطوان، تبارك الله الدنيا كطيح بالنساجه وشطحوا معايا، الا تصدمت ما سحبليش لي سون اوفير ديسبري ملي كيساليو راه كل وحده فيهم مشات حويجاتها ودارت فولارها ومشات بحالاتهم، ولكن متقبلين الفكره ديال لو كور دو دونس، متقبلين الفكره ديال المجمع ديال العيالات بيناتنا 100% فام. بلاتي واحد الحيوان فوالا 100% فام، واحد النشاط فيهم. ونزيدكم تطوان وطنجة بالنسبه افران مدن نقيه باغ اكسلونس، ومني كتلقى المدينه نقيه ماشي حيتاش الناس اللي متكلفين بها نقيين، الشعب اللي فيها نقي. بغيتو ولا كرهتو جو سوي ديزولي، التطوانيات والطنجاويات النقيات كيشعلو وي، وما يتقلقوش مني الناس المدن الاخرى. انا بنت كازا، حنا حرشات البيضاويات، حرشات وي، بغينا ولا كرهنا الدار البيضاء مدينه مسخه كحله زحله وي. ملي كتجي تقارنيها بطنجه ولا بتطوان كنحشم. عرفتي قبيله خرجت تطوان اون جورني سي با بوسيبل هكا، مي سي مانيفيك هاد لا فيل. عرفتي مهدنا والله العظيم حتى مدينه مهدنه. ملي كتكون ملي كتكون في شي عرضه في تطوان وما تقلقوش مني البنات سمحوا لي، ريحة النقا وريحة البارفان، ماشي ريحة البارفان حامضين، لا ريحة البارفان بنادم مدوش قي. وانا برقاقة فهادشي ديال الروايح والله حتى برقاقة كبيرة. عرفتي تبارك الله التطوانيات والطنجاويات كتلقى الدنيا مخلطة، عوينات خضيضرين، البياض البياض البياض، شي زعيورات كيضرب شوية وكيهضر ديك اي والله، وديك الطريقة ديال اللهجة ديال كلشي ونقا. ولا كيقول لي راسي بيناتنا زعما دابا انا بروغرام ديال 2020 باغا نشري واحد الاريض، باغا نشري ان بوتي تيغان وندير فيه دوير في فيرما صغور. وكنت كنخمم في النواه كل مره كنقول فين غنشري فين غنشري فين غنشري، وقبيله ملي كنت غادي خارجه من لوبانيان وغادي للسونتر فيل والله العظيم كنت كنقول مايا زعما ما بقاتش تطوان بعيده شري شي و 2000 متر بخير خير ما صغيورة وفيها واحد الدويره فيها 500 متر وكيف قلت لكم ندير فيها شويه ديال الخضر شويه ديال الفواكه، ندير فيها واحد ربعة الكلاب، ندير فيها شويه ديال المشاش، ندير فيها واحد العود ولا جوج عود وعوده. ارى العود زيد العوده، ارى العود زيد العوده، ارى العود زيد العوده، ارى العود. دونك يا قلتي غديرها في مزاب، ودابا المشكل انني بليت لا مزاب
كاينش البحر، وانا البحر مهم. والفير ما بغيت ندير فيها واحد الحمير وندير فيها الدجاج بلدي باش نبقاو ناكلو البيض بلدي بيو. اش نقدر نربي فيها تاني؟ نو مون فري برينون سي مريم. انا سميتي شكون؟ باقي ما عارفش سميتي الحقيقي يا مريم. Je pensais pas que tu étais traditionnelle dans mes idées. Je suis très traditionnelle dans certaines choses. واحد السيدة قالت لك كيفاش نخرج من الوحدانية بليز. غتشري الكتوبة، اون فوا كو غتشري الكتوبة وبديت تقراي الكتوبة ما بقيتش تحسي بالوحدانية. غادي تقولي أحسن حاجة وقع لك في حياتك هي ديك الوحدانية. الوحدانية أنت والكتوبة، أنت والكتب. Tout d'abord, je te présente tous mes vœux de bonheur. Bon, ado, c'est les mails qui vont se lire en même temps. On dit واحد ربعات المعيزات من دون ندير واحد بد المعز وخا الحليب الحيواني ما كان بغيوش، ولكن ديال المعزة غير مضر بالصحة لكونها صغيرة ساعة ساعة. داك حليب الماعز مرة مرة ملي كنتشهاه، وما كنتشهاش بزاف الصراحة ما نكذبش عليكم، غير باش نصوبو ان بو دو فخوماج وداكشي اللي هو اصلا تا هو ما كنتشهاش بزاف، ولكن مره مره كنبغيه. لا الجمل، لا ما عنديش مع الجمل.